السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يسرنا أن نرحب فيه بفضيلة الدكتور عبد الوهاب إكنجي للحديث معه عن جمعية علماء المسلمين بتركيا، عن دورهم في الحياة العلمية والسياسية بالبلاد وتأثيرهم وحضورهم في المشهد التركي، بالإضافة للتعرف على موقف جمعية علماء المسلمين بتركيا من بعض القضايا العربية والإسلامية. أرحب بك معنا فضيلة الدكتور في هذا اللقاء. أهلا وسهلا وبارك الله فيكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دكتور. في البداية بودنا أن نتعرف أكثر على هذه الجمعية، جمعية علماء المسلمين بتركيا. ولا شك أن هناك العديد من الجماعات والجمعيات والحركات الإسلامية الموجودة، وهنا يثور التساؤل حول هذا الموضوع، لماذا أسستم أو ما الدواعي لتأسيس جمعية من هذا النوع؟ بارك الله فيكم. قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أقدم تحياتي للمشاهدين وأدعو الله تعالى لنا ولهم جميعا بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدارين. جمعية علماء مسلمين في تركيا هي جمعية تركية قد أسست قبل 7 سنوات، وهي جمعية مستوعبة لأبرز العلماء والأكاديميين في مختلف العلوم الإسلامية. وفي نفس الوقت هذه الجمعية هي استوعبت الجماعات المعروفة والمشهورة التي لها محل من الإعراب في الشوارع وفي المجتمع. أقصد من استيعاب هذه الجمعية لهذه الجماعات بتمثيلهم أو بتمثيل علمائهم في هذه الجمعية. وهذه الجمعية يعني بعون الله تعالى قد أصبحت قاسما مشتركا ل أغلب العلماء والجماعات التي تعمل في ساحة الدعوة والإرشاد وفي ساحة يعني العلوم والتعليم والتعلم، لأنها أسست لأجل هذا الغرض. يعني طبعا كما أشرتم في سؤالكم هناك يعني جمعيات وجماعات ومؤسسات متعددة ومختلفة. بعد وجود هذه الجماعات والمؤسسات لماذا أنتم قمتم بتأسيس جمعية من الجمعيات، وما السبب في ذلك؟ يعني أولا أريد أن أركز على أن التعدد وكثرة التعدد والعدد يعني للجمعيات والجماعات والمؤسسات الدعوية الإرشادية العلمية نعمة من نعم الله تعالى. بعض الناس يعاتبون المسلمين أو يعاتبون أنفسهم، لماذا هذا التعدد؟ لماذا هذا العدد الكثير يعني لهدف واحد أو لغرض واحد؟ إذن لماذا لم يكن هناك أو لم تكن هناك جمعية واحدة أو حركة واحدة أو جماعة واحدة؟ أنا أقول لا، يعني هذا الأمر يلزم أن نقول بأنه نعمة من نعم الله تعالى. بدل يعني أن نشتكي، بدل أن نعاتب، في الحقيقة يلزم أن نشكر الله، لأن مثل الجمعيات والجماعات والمؤسسات العلمية والدعوية كمثل الحنفيات التي تصل منها الماء. لو نحن ركزنا على حنفية أو اكتفينا بحنفية واحدة وقلنا هذه الحنفيات الأخرى يلزم أن تغلق أو يلزم أن تكون غير موجودة، يمكن أن نكون سبباً لموت كثير من العطشانين في طابور الماء. إذن التعدد أصبح نعمة، ولكن بشرط أو ببعض الشروط. الشرط الأول أن يكون الماء طاهرا، والشرط الثاني أن
يكون هناك سد لأجل استيعاب المياه التي تجري من هذه الحنفيات حتى أن نسقي به الشعب. إن أنت أردت أن تسقي أرضا صغيرا يمكن أن تسقيه يعني ببئر أو بحنفية واحدة، ولكن إن كان الهدف سقيا الأراضي الموجودة ويعني يعني من الأرض يعني المسلمين جميعا سواء في تركيا وعددهم تقريبا 85 مليون، مثل 85 مليون كمثل 85 هكتار يعني من الأرض، هل من المعقول أن نقول والله يجب أن تكون حنفية واحدة أو نهر واحد لأجل أن نسقي وأن نسقي هذا الأرض الواسع؟ ليس من المعقول وليس من الممكن. إذن كثرتهم نعمة، ولكن لأجل يعني أن يصل الماء إلى جميع الأراضي وأن يستقي الأرض حتى أن ينبت نباتا حسنا نحتاج إلى سد. إذن هذا هو السبب الرئيسي لأجل تأسيس هذه الجمعية. نحن لم نؤسس الجمعية حتى أن تكون إضافة رقما إلى الأرقام الموجودة، نحن أسسناها لأجل أن تكون سدا ولأجل أن تكون قاسما مشتركا. لأننا واسمح لي هنا أن أتساءل معك، منذ 7 سنوات حتى الآن، منذ التأسيس حتى الآن، هل استطعتم بالفعل أن تحققوا هذا الهدف، أن تكون هذه الجمعية قاسما مشتركا للجمعيات وللعلماء وللحركات الإسلامية الأخرى؟ حققتم هذا الهدف واقعيا؟ نعم الحمد لله، يعني حقيقة قد أخذنا شوطا ووصلنا إلى نقطة نحن ما كنا نتخيلها أن تتحقق في هذه السنوات التي مرت علينا، ولكن النية الصحيحة والتركيز على الأمر وفي نفس الوقت قيامك بشيء يحتاج إليه الناس جميعا، ليس بإضافة عمل يكون موازيا ومماثلا للعمل الموجود. يعني لذلك أنا كثيرا ما أقول يجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نلبي قول الله تعالى وهو وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، التعاون بين الجماعات، تعاون الجماعات والمؤسسات العلمية والدعوية والتوعوية، هذا يعني أمر من أوامر الله تعالى وفضل لمن يقوم به وواجب لأن نقوم به حتى أن نتعامل، لأن مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكما أن مثل المسلمين فردا فردا كمثل الجسد الواحد، هكذا مثل الجماعات والمؤسسات التي تعمل لأجل المسلمين، سواء كان عملهم يتعلق بالعلم، وسواء كان عملهم يتعلق بالتربية، وسواء كان عملهم يتعلق بالدعوة والتبليغ، وسواء كان عملهم يتعلق بالإغاثة والإعانة للمسلمين، مثل هذه الجمعيات أيضا كمثل الجسد الواحد. إذن كل واحد منهم مثلهم كمثل عضو من أعضاء هذا الجسد، منهم من يقوم بما تقوم به العين، ومنهم من يقوم بما تقوم به الأذن، وبما يقوم به اليد والرجل حسب أعمالهم الذين يركزون عليها. ولكن كل هذه الجماعات يحتاجون لأجل أن يكونوا جسدا إلى الترابط والتلاحم والتعاون والتساند. لذلك نحن كأمات كهذه الجمعية أردنا أن نقوم بشيء يكون غير موجود، أو حتى أن نكون يعني ممن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نحن قبل 10 سنين من 70s وأنا يعني صاحب وعي في ذلك السنوات والثمانينات، كلنا كنا نقول يجب على المسلمين أن يتحدوا، يجب على المسلمين أن يتوحدوا، ولكن في الحقيقة هذا الكلام صحيح،
ولكن لعلكم تقصدون وحدة الفهم. أنا سأريد لا الوحدة بين المسلمين، الاتحاد بين المسلمين، ولكن هذا القول الصحيح وهذه الدعوة الواجبة، مع أنها كانت دعوة واجبة وفكرا سليما وواجبا من واجبات المسلمين الواجب الذي كان يجب أن نقوم به كلنا، ولكن طريق التوجه والتحقيق هذا الواجب كان غير سليما. كل واحد كان يقول هذا القول ولكن تحت رايتي في جماعتي أو في مدرستي. إذن وحدة المسلمين لا يمكن أن تتحقق بوحدة الاجتهاد، لأن وحدة الاجتهاد لا يمكن، ولا يمكن أن تتحقق بوحدة جماعة واحدة أو مؤسسة واحدة، لأن المؤسسات والجماعات والاجتهادات التي يحملها العلماء شيء طبيعي وفطري التعدد والاختلاف فيها، بشرط أن لا يكون سببا للخلاف والتنازع وللتفرقة. إذن ما السبيل للوحدة؟ إذن سيدي الكريم، نحن ماذا قلنا؟ ماذا فعلنا؟ قلنا يجب أن نقوم يعني بشيء نحن بأشد الحاجة إليه. ها هي الجمعية التي أنت الآن تسألني عنها، وأنا مؤسسها ورئيسها مع كثير من إخواننا من الأكاديميين والمشايخ. عندما يكون هناك حاجة وأنت قمت بتقديم ما يحتاج الناس، تنجح في أقرب وقت من الأوقات. تأخير النجاح كثيرا ما هو نتيجة سببين، سبب النية وسبب عدم الحاجة. أنت تقوم بشيء يقوم به غيرك، إذن نجاحك ووصولك إلى الأهداف التي أنت تستهدفها يمكن أن يأخذ منك عشرات السنين، أو يمكن أن لا تصل إليه يعني حتى يعني في, في, في أي وقت من الأوقات. ولكن عندما تكون هناك حاجة وهناك تكون نية، نعم أمات هذه الجمعية خلال 7 سنوات، هذا الجواب يعني الواضح لسؤالك، قد الحمد لله وصلت إلى ما كنا نحن نتخيله. الآن في هذه الجمعية أبرز العلماء من المشايخ الذين تربوا في المدارس الأهلية التقليدية، وأبرز العلماء الذين أكاديميون ودكاترة وأساتذة في مختلف يعني كليات الشريعة، كليات إلهيات فاقولة العلوم، الحمد لله كلهم موجود هنا، وهكذا الجماعات. سبب الوصول خلال هذه السنوات إلى هذه المرحلة هو الذي أنا أردت أن أذكر سببه، هذا هو الذي نحن كنا بأشد الحاجة إليه. لماذا؟ لأننا أولاً كجمعية نحترم وجود جميع العلماء، ونحترم وجود جميع المؤسسات، ونقول يجب أن نحافظ على هذه المؤسسات بدل أن يذوب بعض في بعض، بدل أن يذوب شخص أو شخصية في شخص. نحن نحتاج إلى هذا الشيخ، وفي نفس الوقت نحتاج إلى الشيخ الآخر، ونحتاج إلى هذا الأكاديمي البروفيسور كما نحتاج إلى غيره. وكلهم كما هناك قول يقال كتاب لا يغني عن كتاب، جمعية لا تغني عن جمعية، جماعة لا تغني عن جماعة، شيخ لا يغني عن شيخ. نحن بأشد الحاجة إلى هذا العدد الضخم، ويجب أن نحترمهم. تأسيس هذه الجمعية على هذه الفكرة هي التي أوصلت الجمعية إلى الأهداف التي حقيقة كنا نحن نحلمها، والله تعالى قد حققها الحمد لله. قبل أن أسألك عن الأنشطة والفعاليات التي قمتم بها من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير والغاية الكبرى، اسمح لي أسألك عن هل وجدتم هذا الفهم الذي تفضلت بالحديث عنه عند بقية الجماعات والعلماء الآخرين؟ هل وجدتم هذا الفهم الذي تتكلم عنه عند الآخرين؟ نعم، يعني أكيد وجود هذه الجماعات بممثليه من العلماء، ووجود هذه العلماء الذين يذكروننا بقوله تعالى كان أمة قانتا وإن كان واحدا، يعني هناك بعض الشخصيات هم وزنهم كوزن جماعة في المجتمع، يعني من باب ما قدمه من العلم، من باب ما ألفه من المؤلفات وقدمه للعلماء أو للشعب. نحن عندما تكلمنا معهم أكيد كلهم لبوا هذه الفكرة،
يعني عدم تلبيه بعض الشخصيات لهذه الفكره او الجماعات سببه سبب المقدم بانه لا يقدمه جيدا او يقدمه بشكل بدل ان يقرب يبعد. نحن نحتاجك ويجب ان نحافظ عليك ونحتاج الى هذا الشيخ ويجب ان نحافظ عليه بدعواتنا وبدعمنا وكلنا نفس الشيء مع المؤسسات، ولكن وجود هذه المؤسسات واحترامها وتضاخم احترامها وفي نفس الوقت يعني فتح الطريق امامهم لاجل ان نصل الى سقيا هذا الارض 85 مليون او الامه، لاننا نحن امه محمد. وطبعا يعني الرسول يقول مثل المؤمنين، لا يقول مثل المؤمنين العراق ومثل المؤمنين سوريا ومثل المؤمنين تركيا، مثل المؤمنين سواء كان تركيا عربيا سواء كان من تركيا او غير تركيا. سقيا هذه الامه لا يمكن ان يتحقق الا بجمع هذه الماء، ولكن بشرط ان يكون طاهرا عقيده وأن يكون منبعه صافيا. في أول كلمة التي أنا ألقيتها بعد تأسيس هذه الجمعية ركزت على هذه النقاط وقلت هذه الجمعية يلزم أن يكون مثل الماء طاهرا، ونحن نستهدف أن يكون مطهرا طبعا. والمقصود من الطهارة طهارة الفكر، طهارة العقيدة، وفي نفس الوقت طهارة المنبع. كم من ماء تراه صافيا ولكن لمنبعه الغير الصافي بدل أن يسقي يسمم. لذلك يعني التركيز على النقطتين، المنبع وفي نفس الوقت الطهارة. وفي نفس الوقت يلزم أن نكون نحن يعني، وهذه من شروط ومن النقاط الأساسية التي أسست عليها هذه الجمعية جمعية العلماء، وهي الاستيعاب والاعتدال في المنهج والابتعاد عن الإفراط والتفريط والابتعاد عن التعصب التعصب المذهبي، التعصب المشربي، التعصب الحزبي. وطبعا ليس الحزب، الجماعات يعني، لأن عندما نسمع كلمة الحزب يتبادر إلى ذهننا الأحزاب السياسية. لا، نحن يعني جمعية مدنية ولكن هذه النقاط التي هي فتحت باب النجاح أمام هذه الجمعية. للحديث بقية في تفاصيل وقضايا أخرى، تأثير وحضور العلماء في تركيا وغيرها من القضايا. فضيلة الدكتور عبد الوهاب كنجي، بعد فاصل قصير بحول الله، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور عبد الوهاب إكنجي رئيس جمعية علماء المسلمين بتركيا. مرحبا بك معنا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. كنا قد تحدثنا عن دواعي التأسيس، الأهداف والغايات الكبرى لهذه الجمعية جمعية علماء المسلمين في تركيا، وما ميزها عن غيرها من الجمعيات والجماعات الإسلامية الموجودة هنا. بودنا أن ننتقل إلى نقطة الحديث بشكل موجز ومختصر عن أهم الأنشطة والفعاليات التي قمتم بها من أجل تحقيق هذه الأهداف الكبرى التي تفضلتم بها أن تكون الجمعية جامعة للعلماء وجامعة للجماعات الإسلامية الموجودة. والله أخي الكريم، يعني أبرز وأقوى الأنشطة التي يعني وفقنا الله تعالى للقيام بها وجود هذه الجمعية واجتماع العلماء مع اختلاف ألوانهم، مع اختلاف اجتهاداتهم، مع اختلاف توجهاتهم، يعني بشرط أن يكونوا شركاء في النقاط الأساسية لأننا كثيرا ما نقول، والحمد لله هذا القول يعني يقبل سدى الإجابة، نقول ونذكر أنفسنا بقول الإمام الشافعي: رأي أو اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لو الإنسان العالم لو نظر إلى الاجتهادات الأخرى، وهذه الاجتهادات منها اجتهادات علمية
ومنها اجتهادات أصولية أسلوبية منهجية في التدريس أو في الدعوة والتبليغ والإرشاد. يعني هناك اجتهادان، اجتهاد عندما نحن نسمع كلمة الاجتهاد يتبادر إلى ذهننا كعلماء الاجتهاد في الفقه. نعم هناك اجتهادات مختلفة بين الفقهاء ويمكن، وفي نفس الوقت واجب فطري لا يمكن أن نبتعد عنه أن يكون بين العلماء الموجودين في الفهم، ولكن بشرط أن يكون هناك أسس وأصول، وهذه الاختلافات تكون منبعها من هذه الأصول المشتركة، القواعد المشتركة، أولا الكتاب والسنة، وبعد ذلك الإجماع والقياس والقواعد الفقهية الأصولية. هذه الانطلاق من هذه الفكرة ووجود العلماء على طاولة واحدة مع اختلاف اجتهاداتهم واختلاف توجهاتهم، هذا الأبرز الأنشطة التي يمكن أن نقدمها. نعم. حتى بعض الأخوة، يعني من الأخوة من العلماء، يقولون وقالوا لي مرارا هذه الصورة فقط، رؤية هذه الصورة هذا نجاح ونشاط حقيقة، يعني يوجب علينا أن نحمد الله تعالى، لأن الناس كانوا يتخيلون متى يمكن أن نجد هذا العلماء على طاولة واحدة. دعني أنتقل إلى هذا. وبعد ذلك طبعا هناك أنشطة نحن نقوم بها، وسأجيب على هذه الأنشطة بعد سؤالك. لا أنا أريد أن تكمل، تتفضل بالحديث عن الأنشطة حتى ننتقل إلى السؤال الآخر عن حضور هؤلاء العلماء وعن تأثيرهم الحقيقي في المشهد التركي. نحن نعرف تعقيدات المشهد في تركيا، المشهد السياسي والفكري حتى، ومدى تغلغل التيارات الأخرى العلمانية وغيرها، لذلك نريد أن نتحدث عن التأثير والحضور في المشهد التركي وفي الحياة التركية، لكن بعد تفضل بالحديث بإيجاز لو سمحت عن موضوع الأنشطة. نعم، يعني هذا كما قلت، يعني الوجود نشاط أو أبرز الأنشطة وأكبر الأنشطة. نعم. ومع ذلك نحن عندنا مقر، كان مدرسة خاصة يعني رسمية قبل أن نستلم هذا المقر، ونحن استشرنا بالأخوة ماذا نفعل في هذا المقر، وهو مقر كبير جدا، لو نحن قمنا في فتح مدرسة المدارس كلها مدارسنا، لأن العلماء وأعضاء هذه الجمعية بعضهم عندهم عشرات المدارس، بعضهم عندهم عشرات الشعب ومئات الشعب في مختلف تركيا، أو عندهم كليات وعندهم يعني مؤسسات علمية، هذا يكون تكرارا للموجود. فكما أن أمات ليس جمعية أضيفت إلى الجمعيات الموجودة، وحقيقة بين قوسين يعني ما الفرق بينكم وبين هذه الجمعية؟ ليس هناك جمعية حتى أن نقول فرق، هذه الجمعية هي تمثل هذه الجمعيات، يعني هذه الجمعية هي جسم جامع، هي جسم وجزء من الجماعات الموجودة، يعني حتى ألا ينظر إلى هذه الجمعية أو إلينا بأن هناك 50 جمعية علمائية أو مؤسسات إسلامية وهذه 51، لا هناك 50-50، لم يجد هناك 51 بإضافة هذه الجمعية، لأن هذه الجمعية هي القاسم المشترك، تمام، أو غرفة للجميع. لذلك عندما يطرح عليه سؤال ويقال هل عندكم شعب في المدن الأخرى، مركزنا إسطنبول، أقول لا، عندنا أصول في المحافظات الأخرى، الجماعات الوسطية المعتدلة، المؤسسات العلمية الموجودة في هذه المحافظات في تركيا بشكل عام، كل هذه المؤسسات هم أصولنا، يعني نحن لسنا بحاجة أن نقوم بتأسيس شعبة، لأننا إذن هذا النشاط هو أصل. ومع ذلك هذا المقر الذي أنت سألت، يعني ما الإضافة، قلت للأخ نحن يجب أن نقوم بشيء لم يقم به أحد، كما قمنا بتأسيس هذه الجمعية، وهي وكنا بأشد الحاجة إلى تأسيس جمعية العلماء، جمعية العلماء ليس غيرهم، لأن أعضاء هذه الجمعية كلهم علماء، يعني إما بروفيسور دكتور وإما شيخ وخوجة أفندي. نقوم بنشاط
آخر في هذا المقر. نعم. ماذا هو؟ لم نجعله مدرسة ولم نجعله شيئا آخر، نجمع كل في كل وقت 50 أو 40 من المشايخ، من المتخرجين من المدارس الأهلية التقليدية، المتخرجين من كليات الشريعة، من الأساتذة في الكليات وفي المدارس. نجمع كل مدة، يعني نحن قسمنا تبعا يعني سبعة أسابيع في كل شهر، نقوم بمخيم كما يقال، أو بندوات علمية. نعم. لهم. نعم. تستغرق أسبوعين 3 أسابيع، وهذه المجموعة تأتي لنا ويكون لنا برنامج تعليمي تربوي توعوي وفي نفس الوقت ترشيدي، ونركز على النقاط التي هم يحتاجون إلى هذه النقاط، بمن؟ بأبرز المتخصصين في هذه المواد العلمية. نعم. هناك علوم اجتماعية، هناك علوم يعني إسلامية بمعنى التفسير والفقه. حتى عندما أنا قلت لك علوم إسلامية، أنا لم أقسم العلوم إلى قسمين. نعم. يعني العلم هو له قسم واحد، وجميع العلوم الموجودة كلها إسلامية. كلها يعني الرياضة إسلامية، كما أن التفسير يعني من علوم الإسلام. نعم. الكيمياء علم إسلامي، كما أن الفقه من علوم الدين. لذلك الذي يحتاجونه هو بتركيز. تمام. بتركيز عميق. أشكرك جدا على هذه التفاصيل المهمة، وقد وصلت الفكرة الخاصة بهذه الجمعية وهي الجمعية الجامعة لهذه الجهود. أنتقل إلى السؤال الذي أثرته قبل قليل على فضيلتكم، وهو السؤال المتعلق بحضور وتأثير هذه الجمعية والعلماء بشكل عام والجماعات الإسلامية بشكل عام. بعضها له حضور قوي في الحياة العلمية على سبيل المثال، بعضها له حضور قوي في الحياة السياسية وهكذا. وهذا هو السؤال الأهم في هذه المرحلة، لأنك تعرف بأن هناك نزاع أو صراع إلى جانب الصراع السياسي والنزاع السياسي طاحن في البلد، وهناك أيضا تيارات كثيرة تتعارك من الناحية الفكرية، وهناك دائما معارك على الجيل الجديد في تركيا. ما هو حضوركم وتأثيركم في هذا المجال؟ نعم، يعني حضورنا، يعني هذه الجمعية لها لجان، عندنا لجان مختلفة. يعني لجنة التعليم، هذه اللجنة هي تتكون من مكتب تنفيذي ومن أعضاء شورى، وأعضاء المستشارين يمثلون المؤسسات والجماعات الموجودة في تركيا. طبعا ليس كلهم 100%، أبرزهم وشرط الاعتدال وطهارة الماء كما نقول. وهذه يعني قومسيون اللجنة هي تقوم أولا ماذا يوجد في ناحية التعليم، الفراغ الموجود كيف نملأ هذا الفراغ مع التعاون مع المؤسسات، لأن هذه اللجنة فكما أن هذه الجمعية بإدارتها وبمجلسها وبممثليها كل واحد أتى يعني من طرف، أو يعني سواء كان بوصف العلمي أو بوصف العلمي مع تمثيل المؤسسة، نفس اللجنة تقوم بهذا. يعني هذا له تأثير، والحمد لله قد قاموا ببعض الأنشطة. عندنا لجنة الدعوة والإرشاد. لجنة الدعوة والإرشاد هي أيضا مكونة من أبرز العلماء الدعاة والذين لهم نشاط في الساحة، يعني في ساحة تركيا. أيضا هذه اللجنة مع أعضائها ومع يعني مجلسها تجتمع كل مدة بعد مدة، وماذا يمكن أن نقدمه للشعب معها بتوجيه الجماعات، ليس كجمعية مستقلة، بتوجيه الجماعات. لا. التي تعمل في هذه الساحة. وهكذا نفس الشيء يعني لجنة الشباب، يعني هناك مشاكل الشباب كما ذكرت، وهناك مشاكل وحقيقة يعني مؤامرات قوية على شباب المسلم لأجل إبعاده عن هويته. هذا المجلس هذه اللجنة
تقوم بنفس يعني ما ذكرته في اللجان الأخرى. وبالمناسبة عندنا لجنة القدس وفلسطين وهي تقوم بنفس الأمل مع التعاون والتناسل والتضامن مع المؤسسات التي هي تعمل في هذا المجال، أي في قضية الأمة، قضية القدس وفلسطين. يعني هذا أصبح له تأثير، وأبرز الأدلة التي تدل على أنه هل يوجد هناك تأثير أم لا هو الانتظار والأمل. عندما تتكلم مع العلماء وتتكلم مع الجمعيات والجماعات التي لهم محل من الإعراب، ليسوا عبارة عن حبر على ورق، لهم وجود. عندما يعني يقولون لك بأن هذه أمات، هذه الجمعية حقيقة ما شاء الله يعني جمعية يعني تقوم وتبشر بالخير، هذا يدل على أن هناك تنفيذ وهناك يعني قيام يعني بأعمال قد دفعت العلماء وصاحب الفكر وصاحب الرأي والمسؤولية والوعي على انتظارهم هذا الأمل. نعم. طيب، بهذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل نحن نتحدث عن تأثير حقيقي في الحياة السياسية، خلينا نقول، يعني بمعنى إنه هؤلاء العلماء أو هذه الجمعيات وهذه الحركات الإسلامية الموجودة والعلماء البارزون لهم علاقة بالمشهد السياسي، يحاولون دائما أن تكون لهم بصمة في هذا المجال أم لا؟ سيدي، يعني القضية السياسية هي على قسمين، سياسية كفلسفة وفكر، سياسية كحزب وأحزاب. نعم. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذه الجمعية هي جمعية العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده ولا نبي بعده. وهذا الحديث صحيح يدل على أن الأنبياء أرسلوا لأجل أن يسوسوا الناس، لأجل أن يوجهوا الناس إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة، عقائديا فكريا وعمليا. إذن انطلاقا أو تأصيلا بهذا الحديث الصحيح الذي نقلته إليكم وإلى المشاهدين، هذا دليل على أن العلماء أيضا يلزم أن يكون لهم حصة في هذه التركة. نعم. إن الوارث يكون وارثا في تركة الميت، صحيح؟ نعم. ليس في جزء واحد. إذن الدين أكملت لكم دينكم، والرسول قد ترك لنا الكتاب والسنة، وقد ترك لنا ما كان يقوم به، ومن ضمن ما قام به وقال به وأمر به أكيد الأمور التي تتعلق بالسياسة. العلماء هم مكلفون بقدر تكليفهم، يعني بتفسير الكتاب وشرح السنة، مكلفون أيضا بتقديم يعني ما هو في مصلحة الشعب والمسلمين وحتى بني آدم في مصلحتهم الدنيا، وهذا هي السياسة. هذه السياسة بهذا المعنى أكيد من واجبنا، ولكن السياسة التي هي يعني توحي بأن حزب من الأحزاب، العلماء يلزم أن يقدموا الحق وأن يشرحوا الحق حتى أن يتصور ويتشكل للمخاطب والسامع أهل الحق، ولكن ليس بمعنى أن يكونوا جزءا من الأحزاب الموجودة. نعم. أكيد بين الأحزاب الموجودة ما هو حزب ملتزم، ما هو يعني هناك أحزاب لهم التزام، هناك أحزاب يعني أفكارهم وفلسفتهم تخالف الدين، يعني أو لهم فلسفات سياسية ليست صحيحة وليست موافقة للكتاب والسنة، ولكن بشكل عام العلماء هم الذين يشرحون الحق ويلقون الضوء على الحق حتى أن يرى الناس أهل الحق. نعم. في الأمور السياسية. هذه نقطة. النقطة الأخرى،
علاقة العلماء بالقضايا الداخلية، بمعنى مثلا العلاقة بين التيارات والحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية. أنتم قلتم أن جمعيتكم هي جسم جامع وقاسم مشترك لكل هذه الجماعات الموجودة، لكن هل العلاقة بين هذه الجماعات والتيارات الإسلامية الموجودة في البلاد هي علاقة جيدة توحي بالخير؟ أكيد أخي، يعني أولا يعني عندما نحن نقول شيئا لا نعني أو لا أعني بقول. هل تسمح لي دكتور أن نستمع إلى إجابتكم بعد فاصل قصير بحول الله تعالى؟ إذن فاصل ونواصل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور عبد الوهاب إكنجي رئيس جمعية علماء المسلمين بتركيا. مرحبا بكم معنا دكتور عبد الوهاب في هذا اللقاء الخاص. مرحبا بكم وبمشاهدينا، بارك الله فيكم. إذن كنا نتساءل قبل الفاصل عن العلاقة بين الحركات والجماعات الإسلامية، كيف تقيمونها؟ يعني سيدي الفاضل، يعني عندما نحن يعني شرحنا وذكرنا كثير من الأمور التي تتعلق بالجمعية، نحن وضعنا فلسفتها وشرحنا أهدافها، والحمد لله يعني خلال 7 سنوات وصلت إلى حد ما كنا نحن نتوقعه في هذا الوقت القصير. وهذا لا يعني بأن الطريق قد يعني انتهى وبأن وصلنا إلى آخر الطريق. أكيد هناك مشاكل، أكيد هناك مسافة يلزم أن نقطعها. لو نحن قسنا الموجود الوضع الحالي بالوضع المادي لقلنا الحمد لله يوجد هناك تقدم، ولكن لو نحن قسنا الوضع الذي نحن نعيشه بالأهداف التي يجب أن نستهدفها ونحققها، ما زلنا نحن في وسط الطريق. الطريق التوجيه يبدأ بخطوة واحدة. أنا حتى الآن ذكرت لكم وقدمت لكم خطوات، ليس خطوة واحدة، ولكن الطريق ليس طريق قصير. وضع الجماعات والجمعيات، تعاونهم وتصاندهم، هل هو على المستوى الذي نحن نستهدفه ويجب أن يتحقق؟ لا. ولكن هل هو متخلف كما نحن كنا نعاني منه من قبل؟ هذا أيضا الحمد لله لا. الآن التفاهم أحسن بكثير من قبله، والوضع والمشهد الذي نحن نراه بين المسلمين كأفراد، بين العلماء كأفراد وبين الجمعيات والجماعات كمؤسسات، هذا المنظر في الحقيقة يعطي لنا أمل. نحن عندنا أمل عميق، وهذا الأمل هو يستند إلى عقيدتنا، ولكن هناك أمل يستند إلى مشاهدتنا وإلى رؤيتنا وإلى ما نحن نعيشه ونشاهده بأم أعيننا. عندما نحن ننظر إلى هذا البرهان الدليل العملي الواقعي، أكيد يعني بدون تردد أجيب على سؤال أخي وأقول الحمد لله هناك تحسن، وهذا التحسن سيزداد يوما بعد يوم. لماذا؟ لأن كثير من المشاكل التي نحن كنا نعاني منها مثل ماذا؟ كانت تأتي من ابتعاد علماء بعضهم عن بعض. مثل ماذا؟ اجتماع العلماء هو دليلنا على ذلك. عندما نحن قمنا بتأسيس هذه الجمعية كان هدفنا تعاون وتساند المؤسسات الإسلامية الطاهرة الجيدة المخلصة، صحيح؟ تساندهم ليس وحدتهم، لأن الوحدة بالمعنى الذي يتبادل هذا لا يمكن. لا يمكن أن نجعل جميع الناس في مؤسسة واحدة. هناك مؤسسات كما قلت، هناك حنفيات، نعم، والطريق المستقيم هو كالطريق السريع، وهذا الطريق سيلزم يكون واسعا، ويوجد هناك خطوط، نعم، وكل سيارة تمشي حسب حجمها وقوتها في الخطوط التي يعني خصصت لها. يعني هل من المعقول أن نقول لازم جميع السيارات الخفيفة والثقيلة البطيئة والمسرعة أن تمشي في نفس الخط؟ طبيعة الناس، فهم الناس، هي كما التشبيه الذي ذكرته لكم كالسيارات. إذن التوسع
والخطوط أعني المؤسسات والجماعة شيء طبيعي. هذه عندما نحن أردنا ذلك قلنا أولا يجب الخطوة الأولى والمنتجة هي وحدة أو تعاون العلماء، والحمد لله العلماء مع اختلاف اجتهاداتهم ما دالهم تعاونون وفي مؤسسة واحدة. هذا يدل على جواب سؤالك بأنه لماذا هناك تحسن، لأن العلماء تمام وصلت الفكرة. نعم. دكتور جزاك الله خير، هم الحمد لله أصبحوا كجسد واحد. اسمح لي أتعرف على موقف جمعية العلماء المسلمين في تركيا وعموم علماء تركيا من ثلاث قضايا على وجه التحديد. القضية الأولى الأقليات الإسلامية في العالم التي تتعرض للانتهاكات والاعتداءات بشكل يومي. قضية الأخرى عن موقفكم من بعض الأحيان بعض المواقف المستغربة من الوجود التركي في البلاد العربية والإسلامية، يعني يستنكرون على تركيا أن يكون له وجود في بعض البلاد العربية والإسلامية من خلال المساعدات ومن خلال ما تقدمه. والقضية الثالثة التي أريد أن أسمع رأيك فيها متعلقة بالتدخل الإيراني في بعض البلدان العربية والإسلامية وما آلت إليه أمور هذه البلاد نتيجة هذا التدخل الإيراني السافر. اسمح لي بالقضية الأولى أولا، ما رأيكم في ما يتعلق بموقفكم من الأقليات المسلمة في العالم؟ يعني طبعا الأقليات المسلمة في العالم يعني هم أجزاء من أجسادنا، موقفنا نحو أعيننا وموقفنا نحو أذاننا كفرد وكمؤسسات. كيف يجب أن يكون هذا الموقف؟ أكيد يجب أن يكون نفس الموقف يعني نحو الأقليات يعني في العالم الإسلامي، الأقليات المسلمة. يعني عندما يكون وجعا في عينك تحس به، وعندما يكون وجعا في رأسك تحس به، وفي نفس الوقت تحاول أن تعالج هذا المرض وأن تبتعد عن هذا الوجع يعني بالمعالجة وبالعلاج وإلى آخره. إذن فكما أنه يجب أن نحافظ على أبداننا كجسد، يلزم أن نحافظ على الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي أو في العالم في الدنيا بقدر الإمكان من المعالجة ومن الإحصاص. من أصبح ولم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم، والاهتمام بأمن المسلمين موقوف على إحصاص بوجعهم. إذن موقف العلماء هذا هو الموقف الإسلامي، والعلماء هم علماء الإسلام، والجمعية هي جمعية علماء المسلمين. إذن الجواب أصبح بهذه المناسبة ماذا تقولون للأنظمة الإسلامية بهذا الخصوص؟ ماذا عليها أن تقدم بين يدي هذه القضايا، قضية الأقليات المسلمة في العالم؟ الناس أحيانا تذبح تنتهك تحرم يعني من ممارسة عباداتها بشكل طبيعي. كل مسلم مسؤول حسب طاقته، العلماء مسؤولون حسب طاقتهم وطاقتهم الإبلاغ والتبليغ والتحذير والتبشير والتنذير، يبشرون من أعان المسلمين ويحذرون بعذاب الله من ابتعد عن المسلمين ولم يهتم بأمن المسلمين. نعم. والأغنياء المسلمين هم أيضا مسؤولون بقدر طاقتهم، إن كان رأس ماله 10 مسؤول بقدر رأس ماله عند من يموت من الجوع من الأقليات أو من المسلمين الذين هم يموتون جوعا في بعض القارات. والدول المسلمة ورؤساء الدول المسلمة هم أيضا مسؤولون أمام الله وأمام البشرية بقدر طاقتهم وبقدر إمكانياتهم. إن كانوا مقصرين الموقف الإسلامي والتحذير بغضب الله تعالى يكون واجبا، وإن كانوا من الوافين نحو أخوانهم ومد الأيد سنقول جزاهم الله خيرا. اسمح لي دكتور، بقي وقت قليل جدا. قضية أخرى، يعني احنا بعد ما تقسم العالم العربي والإسلامي ووضع سايكس وبيكو خريطة العالم العربي والإسلامي خاصة في هذه المنطقة، أصبح الناس يعني يلتزمون بحدودهم، حدود الجغرافية، ولا أحد يتدخل في الآخر. وإذا أرادت دولة مسلمة أن تسعف دولة مسلمة أخرى أو تقدم لها ما يلزمها
يسمى هذا بالتدخل السياسي. هناك نظرة عامة لتركيا بأنها تريد أن تعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية الآن وما إلى ذلك. ماذا تقول بهذا الخصوص لعموم الدول العربية والإسلامية؟ كيف يمكن أن تتوحد من أجل أن تواجه العدو المشترك باختصار لو سمحت؟ أخي يعني أولا يعني حسب ما نحن نعيش ونرى، تركيا والإدارة الموجودة يعني الحكومة الموجودة التي الآن تحكم تركيا، موقفهم نحو المسلمين موقف مسلم صاحب وعي ومسؤولية أمام الله نحو أخيه، وليس عندهم أي طموح أو أي أمل لأجل أن يقوموا بإعادة سيادتهم لهم. هم يريدون أن يعيدوا الأخوة وأن يكون بين المسلمين تعاون وتناصر، وأن يكون هناك يعني ترحيب وأخوة، والأخوة والعون ليس لها حدود. الحدود تكون بين الأجسام، ولا يمكن أن تكون حدود بين العقول والقلوب. يعني لا سايسبيكو وضع حدود بين الأجسام، ولكن لم يستطع أن يضع حدود بين إنما المؤمنون أخوة، لأن إنما المؤمن أخوة أمر بدون حدود، بلا حدود. وتركيا موقف تركيا الآن نحو الدول الإسلامية موقف أخ نحو أخيه. هذه نقطة. النقطة الثانية، الذين الآن يعاتبون تركيا، لماذا لم يعاتبون الذين دمروا ومزقوا وشرطوا سوريا والعراق واليمن وليبيا؟ لولا وجود تركيا في ليبيا الآن لكانت ليبيا متشردة ومثل العراق، والحمد لله الآن إلى حد ما نحو الاستقرار ونحو التحسن. وهكذا موقف تركيا نحو يعني المسلمين الذين يعني هاجروا، هناك يعني ملايين. أنا أستغرب طبعا، هذا السؤال في محله، وأنا أشكركم لهذا السؤال، لا أعاتب، ولكن أستغرب لماذا لم يطرح هذا السؤال على من دمر شعبه؟ لماذا لم يطرح هذا السؤال على من أتى إلى العراق وقضى على ملايين الناس؟ وفي سوريا نفس الشيء، ويعاتبون على من يمد يد الأخوة. ولولا تركيا لكان من الملايين الآن يعني في أوضاع أسوأ. لذلك يعني تركيا هي تريد أن تعيد ثقافتها الإنسانية والدينية التي نسيها الناس عشرات السنين، وهي صاحبة يعني إعادة منهج الأنصار والمهاجرين هذا. وهذا كان ليس فقط مجرد خطاب سياسي أو إعلامي، كان ممارسة فعلية من السياسيين ومن الشعب التركي. ننتقل إلى نقطة أخيرة دكتور، فيما يتعلق بما تفضلتم بالحديث عنه، لماذا لا يسأل الناس عن ما فعلته دولة كإيران في العالم العربي والإسلامي، سواء في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان، التي آلت إلى أوضاع في الحقيقة لا تسر صديقا وهي تسر العدو بكل تأكيد. لماذا تفعل هذه الدولة وهذا النظام بالدول العربية والإسلامية ما تفعله بهذه الطريقة؟ يعني في الحقيقة عندما قامت الثورة الإيرانية باسم ثورة الإسلام، المسلمون في العالم كلهم رحبوا بها و أحسنوا أذن في حقها وصفقوا لهذه الثورة. ولكن بعد مرور وقت قصير من الثورة ظهرت بأن هذه الثورة هي ثورة شيعية مذهبية تعصبية، وفي نفس الوقت متحملة لثقافة الدولة العميقة. يعني الدولة العميقة في هذه الدولة هي قد غيرت اللون وقد غيرت الشكل، وأرادت أن تسيطر على وأن تصل بعض أهدافها بأسماء براقة أخرى. ونحن المعاشر المسلمين أهل السنة والجماعة هم سواد الأعظم، ولم يوجد هناك أكثر استيعابا من أهل السنة والجماعة. نحن لا نكفر أهل القبلة، ولكن مع ذلك أنت لا تكفر أهل القبلة، ولكن
كثير منهم يكفرونك. نعم. وموقف إيران وموقف إيران سياسيا في العراق وفي سوريا وفي اليمن، هذا الموقف في الحقيقة ليس موقفا إسلاميا ولا يتلائم مع الدين ولا مع الأخوة الإسلامية. ثانيا ليس موقفا إنسانيا، لا يتلائم ولا يتفق مع الوجدان الإنساني. وهذه الأمور حقيقة مؤلمة جدا، وندعو الله تعالى يعني أن يفيق كل من ابتعد عن حدود العدل والإنصاف، وأن يستيقظ وأن يجمع بين القول والعمل. وإيران هي قد هتفت بهتافات كثيرة، وأبرز هتافاتها كانت الوحدة، ولكن موقفها في أفغانستان وفي سوريا وفي العراق ليس موقفا موافقا لهذه الهتافات التي قد أصعد صداها إلى السماء، ولكن لم نجد لها وجودا بين أقدامنا. أشكرك جزيلا فضيلة الدكتور عبد الوهاب إكنجي، رئيس جمعية علماء المسلمين بتركيا، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص. شكرا لكم، كل تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله والسداد في هذا المشروع الذي تقومون به. شكرا لكم دكتور. بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي لقاء خاص، على حسن المتابعة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.